مرحبا، اليوم رح أورجيكم كيف بنعمل البتر ميلك في البيت. طبعا البتر ميلك مرات كتير بيكون مطلوب في وصفات كتيرة مثل وصفات الكيك، البانكيكس، المافنز، لأنه طبعا بيعطي طراوة كتير حلوة وبيعطي نتيجة رائعة في النهاية. وبرضه فينا نستعمله كنقع للدجاج لأنه برضه بيعطي طراوة كتير حلوة للدجاج. فالمشكلة الوحيدة عنا هي أنه مش كل المحلات بتجيبه أو بنواجه صعوبة لنحصل عليه. فلهذا السبب اليوم جبت لكم طريقة لتحضيره في البيت وسهل كتير كتير، وكل مكونين وموجود عند الكل. أول شغلة هو عندنا حليب، رح نحتاج لحليب. لكل كوب حليب بيروح عليه معلقة صغيرة من الخل الأبيض أو عصير الليمون، انتو بتختاروا، فيكم تستعملوا خل أبيض أو عصير ليمون. لكل كوب معلقة صغيرة. طبعا رح اترك لكم هاي الشغلة مكتوبة تحت عشان ما تنسوها. ورح نتركه لمدة 5 دقائق. من بعد 5 دقائق رح نرجع ونشوفه انه بتلاقوه انه هيك صار فرط شوية او الحليب هيك قطع شوية. هذا لانه الاسد اتفاعل مع الحليب فصار هيك، هذا اسمه بتر ميلك. هيك صار عنا بتر ميلك، يعني احنا مش محتاجين انه نطلع ندور وما نلاقي ونتغلب، لانه فينا نعمله في البيت وشو 5 دقائق. فهذا كان كل شيء لليوم، بتمنى اني اكون افادتكم، بتمنى انه يكون عجبكم هذا الفيديو وشفتوه مفيد. اذا عجبكم لا تنسوا تشتركوا بقناتي، لايك وشير للفيديو، وفي امان الله.